بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم، أهلا بكم في المحاضرة رقم 6 في كورس 3D Modeling and Animation. إحنا لازلنا شغالين في شابتر 4 Exploring Animation Story and Pre-Visualization. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن البري فيجواليزيشن تكنيكس. هنتكلم اول توبيك في موضوع البري فيجواليزيشن تكنيكس اللي هو الكاميرا موفمنتس، انواع الموفمنتس اللي بتحصل في الكاميرا. كاميرا موفمنتس ديفينيشن انديكيت هاو ذا كاميرا كان بي موفد، يعني باختصار يعني كاميرا موفمنت ان ازاي الكاميرا بتتحرك. في الحال الكاميرا بتتحرك ليها كذا، ليها انواع كتيره لحركتها. زي اول حاجه اسمها البان، تيلت، رول، دولي، تراك، ديستال، رزوم، هاند هيلد، روك فوكس. البان ده اول نوع، ان انا اهي زي ما احنا شايفين في الشكل قدامنا بحرك الكاميرا في اتجاه، يعني الاتجاهين هما متعاكسين، ده اتجاه مثلا يمين واتجاه شمال. A pan is a rotation of a camera side to side horizontally. This move can be created by hand or by rotating the camera on a tripod. يعني حركها بالشكل ده كده. اوكي. التلت ديفينيشن، ان انا بتكون الكاميرا موجوده على حامل وانا ايه بتبقى لفوق والايه ولتحت فيرتيكالي. في اللي فات البان كان ايه بتتحرك هوريزونتالي، في التلت بتحاول تتحرك ايه vertically. الرول definition this involves rotation the camera involves rotation the camera on the side or upside down. When it's side or upside down يعني كأنك بتلف الكاميرا كده 360 درجة، تفضل ايه على نفس السايد او upside down، فوق وتحت بنفس الشكل كده. This kind of camera rotation will allow the camera to roll 360 degrees if needed for effect. ده احنا شايفين. طيب في اللي هو الدولي ديفينيشن، ان انا بحرك الكاميرا لايه؟ فورورد اور باكورد، قدام وورا. تمام؟ يعني الكاميرا بتمشي للامام وللخلف. Can move the camera forward or backward toward or away from the subject. يعني طبعا يعني جنب او بعيد عن الايه الهدف اللي انا ايه او الشخصيه او البطل او اللي الاوبجكت اللي انا بتابعه في العمل او في البروجكت بتاعي. التراك يعني قريب من الدولي دي، الدولي ولكن هو هنا بيتحرك في تراك، يعني كده ايه هنا بيتحرك قدام وورا، لا هنا بيتحرك ايه في تراك، يعني زي ما احنا شايفين بياخد دايره كده يفضل يمشي 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 كانه ماشي في نصف قوس كده. تمام؟ كانه ماشي كانه بيلف في تراك. You can move the camera along track to follow the subject. طبعا لو انت بتتبع ايه السبجكت بتاعك typically from side to side. This should not be confused with dolly which moves forward and backward. يعني ده ما فيش كونفيوز مع الدولي ابدا. الدول اللي بيشتغل فورورد اند باكورد بس، انما هنا بيشتغل ايه بتراك، في تراك معين هو بيمشي ايه عليه. تمام؟ في كده جايد ليه كده بيمشي عليه. بديستال ديفينيشن، بديستال تراكينج ذا هايت اوف ان اوبجكت باي موفينج ذا كاميرا فيرتيكالي. انا بقى انا بتراك الطول بتاع بتاع الايه الاوبجكت بتاعي. بفضل مثلا بيطلع من معاه كده زي ما هو من فوق ليه من تحت ليه من تحت لفوق كده عشان ايه يبين الطول بتاع الايه الاوبجكت بتاعي. طيب في الزوم، واحنا عارفين طبعا الزوم ان انا بزوم بكبر او بصغر، بزوم على الايه ازوم از ديفرنت فروم ذا اذر كاميرا موفز بيكوز يو ار نوت فيزيكالي موفينج ذا كاميرا بات رادر موفينج ذا لينس تو كريت موفمنت. طبعا لما انا بكبر التركيز على الاوبجكت او اصغر، انا مش بحرك الكاميرا، انا بحرك العدسه اللي جوه الكاميرا. فالزوم ان انا ايه بلعب في ايه في العدسه، في زوايا العدسه، بحيث ان هي ايه ان انا بعمل زوم على الاوبجكت او اقرب او ايه ابعد. الهاند هيلد ديفينيشن
هاند هيلد موفمنت، الحركه يعني هي اللي هي الفري موفمنت يعني. انتيلز هولدنج ذا كاميرا اند موفينج فريلي ان اني دايركشن تو فولو ذا اكشن. الكاميرا كان واحد شايل الكاميرا وايه بيشتغل بيها، او يعني واحد شايل الكاميرا وايه بيتحرك بقى ايه بحريه. روك فوكس definition of this involves changing the focus of the camera to push an object that is out of focus into focus or vice versa. يعني انا ممكن في هنا عندي هنا تو اوبجكت، ممكن اركز على واحد واخفي الثاني اوبجكت الثاني، افوكس على الاوبجكت الصغير ده واخفي الكبير، او افوكس على الكبير واخفي الصغير، ده بيسموه لوك فوكس. في البري فيجواليزيشن تكنيكس في موضوع الثاني اللي هنتكلم عنه الايديتنج، تمام. والايديتنج معروف ان انا بعمل ايديت او تعديل للعمل بتاعي. The stage where the story really comes together, the guidelines for the editing process. طبعا عندي حاجتين بيتعمل في الايديتنج، يا اما اعمل كاتس يا اما بعمل حاجه اسمها 180 ديجري رول. في الكاتس is an appropriate change، يعني تغير مفاجئ. And the imagery imagery that provides the transition to a new shot. طيب يعني ان انا بعمل cut في حتة كده بتتشال من النص، تمام، لشوية اسباب. يا اما صوت full cuts، يعني في cuts منطقية لازم تتعمل، cut on a look او jump cuts او transitions. صوت full cuts never make cut without a reason، يعني انا مش بعمل cut الا بسبب. The reason ده ممكن يكون something gets in the way of the action or the actors just stop being in the character because they are being distracted by something off screen or laughing at another actor for example. يعني في حاجة كده طارئة خارج العمل بتشوه صورة الموضوع، مثلا حاجة عدت من قدام الكاميرا، مثلا ممثل بيضحك على ممثل تاني فخرج من الموضوع، فطبعا هيبوظ المشهد، فلازم اعمل كات في الايه في الحاله دي. كات اون ا لوك، كات اون ا لوك ديفينيشن، اتس ديفيكالت تو ذا فيور تو كات فروم ا شوت ويز موفمنت تو ا شوت ذات هاز نو موفمنت. يعني ان ات ما ينفعش يحصل كات، يعني حاجه تتحرك بسرعه ومره تبقى حاجه واقفه، ما ينفعش تعمل كات في الحاله دي، لان العين كده ما هتشوف الكات يعني هتلاحظ شيء يعني سلبي في العمل اللي انت عملته. يعني هي حاجه بتتحرك فجاه، ما بتتحركش، ده عكس قوانين الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها في الكون. يعني الانسان لما بيتحرك مش بيقف فجاه يعني. طيب جامب كاتس، افويد جامب كاتس، المفروض ان انت يعني ما تتجنب حاجه اسمها الجامب كاتس. ده الجامب كاتس از وان ذات تشينجز فروم ذا شوت تو انذر ذات هاز ذا سيم كومبوزيشن. يعني مثلا اللي عندك السبجكت هنا موجود، تمام، لو انا يعني اتغيرت من المشهد ده للمشهد ده على طول، فجأة الراجل ده في نفس المكان بقى كده ازاي؟ يعني فجأة بقى بنفس الشكل ده بدون اي تدرج او اي مقدمات او اي حاجة، ده بيسموه جامب كات، جامب كاتس. وده طبعا لازم المفروض انت ايه تتجنبه في العمل بتاعك. For instance, if you start with a medium shot of character centered in the frame and cut to another medium shot of the character centered in the frame, that is a jump. نفس المكان وتغير السبجكت وتغير في الاحتساسيات بتاعت السبجكت، كبر خلاص مرة واحدة كده بدون أي مقدمات. طبعا في ال 180 degree rule، the 180 rule states that the two characters should have the same left and right space on screen in a sequence. يعني مثلا هو الراجل ده كان كده بعد كده ايه بص كده، او كان كده وبعد كده ايه اتلفت كده، المفروض انا ما احطش الكاميرا في ظهره، انا بحط الكاميرا في وشه بتتبع الشخص، فالكاميرا بتفضل ماشيه اهي، ادي هي دي الاتجاهات، دي الاتجاهات اللي ممكن تتحط فيها الكاميرا. ما ينفعش احط الكاميرا في السايد ده، تمام، لان السايد ده عكس الاتجاه اللي ماشي فيه السبجكت، يعني هو ماشي في اتجاه ويبص في حته وانا اودي الكاميرا في حته ثانيه، ما ينفعش. ده بيسموه 180 رول، ايه ديجري رول. وبكده ان احنا بفضل الله خلصنا شابتر 4،
وهنبدأ في شابتر 5 Understanding Modeling and Picturing. هندخل بقى في ايه؟ احنا اتفقنا ان في الانيميشن بنعمل موديلنج وبعد كده تيكتشرنج وبعد كده بنعمل الايه الانيميشن بتاعنا. الموديلنج is the act of creating a 3D object. انا برسم الاوبجكتس بتاعتي تمام، والتيكتشرنج ان انا بلونها applying the color and the surface، يعني ايه بلبسه هدوم، يعني انا هنا رسمته وبعدين بلبسه واحط له الوان والكلام ده كله. surface properties to the model. Modeling and texturing are two of the primary jobs within the field of 3D animation and are closely tied to one another. طبعا الاثنين modeling و texturing لازم يكونوا مع بعض، لان ما ينفعش اعمل موديل من غير ما ايه ما احط له بقى الالوان والبس هدوم والكلام ده. فالاثنين ايه متلازمين مع بعض. يعني موديلر اللي بيعمل القصه دي، اللي بيعمل الموديلنج اسمه موديلر. The job title of an artist who creates and cleans up the geometry of 3D model. اللي بيرسم الشكل الهندسي للموديل هو اسمه يسميه موديلر. A modeler can use three geometry types of create models. ممكن يرسم الموديل بتاعه بثلاث انواع، يا اما بيشتغل بحاجه اسمها البوليجونز، واتكلمنا عنها ايه هي البوليجونز، اللي هو closed shape مكون من ايه edge و field of vertices خدناها في المحاضره الاولى، يا اما حاجه اسمها non uniform rational b splines او بيسموها nerves او subdivision surfaces. البوليجونز اشهر الانواع. بوليجونز ار ميد اب اوف 3 اور مور كورنرز نون از فيرتسز. البوليجون مكون من حاجه اسمها فيرتسز، كورنرز بتاعه الشكل، سنجل وان از كولد فيرتكس، اند ذا لاينز يعني عباره عن فيرتكس ولاين تمام، وهم بيبقى كلوزد مع بعض، يا اما ثلاثي يا اما رباعي يا اما اكتر من خماسي وثلاثي وهكذا، شكل ثلاثي ورباعي خماسي او ثلاثي. التراين هو ايه؟ The most basic form of polygon is three-sided. اللي هو البيزك فورم اللي هو ثلاثه زي مثلث، يعني كانك بترسم مثلثات جنب بعض لحد ما ترسم بيها الشكل. الكواد اللي بترسم مربعات جنب بعض، ان هي ايه اربع اضلاع، مش لازم يكون مربع، وهنا مش لازم يكون مثلث متساوي الاضلاع، لا ممكن مربع هنا اضلاع غير متساوي وكل حاجه، ولكن ايه شكل رباعي يعني ثلاث اضلاع ومرتبطين ببرتيسيز. يعني نانجان أو إن سايدد بوليجون ده يعني أكتر من يعني بيبقى خمسة أو أكتر من خمس أضلاع، وده مش منتشر يعني. أدي ده شكل بوليجون، أدي ده بيسموه فيرتكس وده بيسموه إيدج. طبعا فيرتكس جماعة فيرتيسيز وإيدج جماعة إيدجز. الشكل ده اللي هو مكون من اللي هو محاط بالإيدجز والفيرتيسيز اسمه فيس، ده اسمه فيس، والجزء اللي تحت اسمه فيس، ولو رسمنا حاجه هنا الجزء اللي مقابل هنا اسمه ايه فيس. دول الثلاثه بوليجون كومبوننتس، الكومبوننتس يعني فيرتكس وايدج وفيس، الثلاثه كومبوننتس بتوع البوليجون. طبعا البوليجون هو طبعا انا برسم الاوبجكت بتاعي بوليجونز مع بعض كده، بنسميها مش كولكشنز اوف بوليجون، ميك اب بوليجون اوبجكت، بنسميها حاجه اسمها بوليجون مش، ده اسمه بوليجون مش، هو اللي برسم يعني. انا رسمت دايره كلها هي عباره عن مربعات، اهي استخدمت البوليجون اهو، كلها مربعات باحداثيات مختلفه وبسايزز مختلفه، بحس ان انا ايه رسمت الشكل بتاعي. طيب الموديلنج في شويه اوبريشنز بتحصل على البوليجونز، زي ديفايدنج سموثنج سترودنج بليفنج ريتنج كومبايننج سبريدنج. الديفايدنج ان انا بديفايد البوليجون عشان اعمل شكل جديد، كرييت نيو ايدج كروس اتس فيس از شون ان فيجر 5.3. ديفايدنج كان هابن اكروس سنجل بوليجون اور اراوند انتاير بوليجون اوبجكت. ديفايدنج انتاير اوبجكت از اوفن اوفر ادينج حاجه اسمها ايدج لوب. طبعا ان انا زي ما اشوف دلوقتي اهو ده شكل اهو عايز بقسمه، بعمل ايه بعمل ايدج لوب، ايدج بقاد ايدج لوب، بفضل كده ايدج ماشي كده خط كده ايه سموث كده بيمشي مع الشكل وبيتقاطع مع كل الاشكال اللي موجوده. وطبعا انا اقدر ايه بقدر اتراك هذا الايه هذا الايدج اسمه الايدج ايدج لوب. كده انا قسمت الشكل لحاجتين باستخدام هذا الايدج لوب، جزء علوي وجزء سفلي تمام. ذا واي ايدجز فولو along a model is called ايدج لوب، اللي هو بيقسم القصه دي. Good edge loop is chronologized and typically follows the shape of the object or the muscle anatomy of a creature.
طبعا المفروض الايدج لوب بتاعي يمشي مع الشكل التشريحي بتاع الشكل الكائن اللي انا هرسمه يعني ما اعملش ايدج لوب خارج يعني ما ينفعش اعمل ايدج لوب خارج الايه خارج السياق، لازم يكون ايه ماشي مع الشكل بتاعي. او زي ما احنا شايفين ادي هنا ايدج لوب اهو ايدج مثلا عين، ادي ايدج لوب بتاع العين هيمشي على العين كده على الفم يعني على يعني هنا في يكون ايدج ماشي ايه مع ايه متصل ايه ببعضه. طبعا هنا فيديو من على الانترنت يعني بيديك اكزامبل للديفايدنج ازاي بتغير في شكل الايه شكل الشيب اهو. هو قسم، شايفين هنا قسم، كل ما بيقسم شايفين بيعمل ايه بيدي ايه، شايفين هنا ادى كده غير في الشكل خالص كأن هنا في بروز. كل ما بقسم شايفين كل ما بقسم فبطلع بجنريت نيو شيب شكل جديد خالص. تمام، الديفايدنج مهم جدا وانا بعمل موديلنج. السموثينج سب ديفايدز ا بوليجون اوبجكت اند افريجز ذا انجلز فورمد باي اول ايدجز اوف ذا اوريجين جيومتري. The left image in figure 5.5 shows a cube that has been smoothed twice, subdividing its face and changing the cube into a sphere. طبعا الديفايدنج السموثنج يعني ايه؟ يعني ما بخليش فيه زوايا حاده، يعني بفضل اقطع اقسم، يعني هم كانوا زاويتين اخليهم ثلاثه اخليهم اربعه اخليهم خمسه بحيث الشكل ياخد شكل سموث زي ما احنا شايفين اهو. يعني هم ايه ادي هنا زاويه 90 درجه ماشي، انا عايز اعمل سموثنج هنا، في هنا شارب تشينج هنا وتغير حاد، يعني هنا زاويه 90 درجة انا عايز ايه اخلي هنا اعمل سموثنس، اروح اقسمها بقت 45 اقسم 22 ونص وهكذا، بحيث هتدينا في الاخر شكل راوند خالص كان عملت الشكل اللي هو الحاد ده خليته ايه راوند. تمام، ده بيسميه سموثنس سموثنج. اه يعني انتوا شايفين المربع ده اكيوب سموث تو كريت سفير، يعني ده الكيوب، انا اسف الكيوب ده فضلنا نعمل سموثنج ونقسم في الزوايا، الزوايا كانت 90 بقت 45 وكذا لحد ما عملنا ايه؟ عملنا ده. الاكسترودنج ادز جيومتري تو بوليجون سيرفيس باي كرييتنج ا نيو سيرفيس اوفسيتنج ذا نيو سيرفيس اند ذن كرييتنج مور نيو سيرفيس بتوين ذا اوفسيت اند اوريجين سيرفيس. الاكسترودنج ان انا بعمل شكل جنب، بطلع من الشكل شكل ثاني او بدخل من الشكل اعمل حفره فيه او اطلع منه اشكال. تمام، بحط اوفست كده مكان بيبقى هو الايه الاوفست بتاعي بيسموه الاوفست، الاوفست ده بطلع منه شكل جديد وبعمل في الاخر شكل جديد من الشكل الموجود، بطلع منه شكل اخر ملتصق بالشكل القديم وهما الاثنين بيبقوا شكل ايه جديد. شوف اكزامبل على سبيل المثال انا عندي الكيوب اهو، شوف شايفين هنا عملت هنا ايه رقم 2 ان انا عملت اكسترودنج زي سكيلنج سكيل كده جوه لجوه، بعد كده الجزء اللي انا علمته ده هعمله اكسترودنج لفوق فعملت شكل تاني هرمي، ممكن اعمله اكسترودنج لتحت فعملت حفره. تمام، بيفيلنج اد فيسز اور فيسز ذات ار نوت بيربنديكولار تو ذا اوريجينال فيسز كونكتد باي ذا ايدجز اوف ا بوليجون موديل تو جيف ذيم سلايتلي راوندد شيب. تمام، تعال نشوفها هنا. اه يعني عندي الشكل ده انا عايز اخلي الكورنر ده ما يبقاش كده ايه حاد كده، انا عايزه يبقى ايه في حته راوندنج. فشايفين السموثنج بلعب بقى في الايه في البوليجون ده في الايدجز بحيث ان انا اخليها ايه راوندد، بحيث ان اخلي الجزء ده ايه الجزء الزاويه دي راوند. طبعا ديليتنج كومبايننج اند سبريدنج، انا ممكن اديليت من الاوبجكت حاجه اكومباين تو اوبجكتس مع بعض في لير كان عملتهم في لير واحد، يعني في عندي سفير وعندي مثلا كيوب ممكن الزقهم في بعض هما الاثنين في لير واحد كانهم هما الاثنين حاجه واحده لو شديتهم يتشدوا مع بعض، او ممكن ايه اعملهم سيبريتنج ده لوحده وده لوحده ده في لير وده في لير بحيث ان هو ايه هما كل واحد يتحرك مع نفسه. زي ما احنا شايفين ادي هنا تو سفيرز، هنا عمل ديليتنج عملت ديليت للجزء العلوي ده فهو هنا ديليتنج، هنا عملت حاجه اسمها الاكسترودنج اهو، عملت هنا اكستروجن اهو طلعت له حاجتين من هنا. تمام، وهنا بقى عملت كومبايننج. تمام، كونكشن قصدي كونكتنج اي رقم 4 ذا فيرسز كونكتد توجذر انتو
سويت كومباين تو ميك السنجل اوبجكت. فانا عملت لهم كونكتنج وعملت بعملهم بقى كومبايننج في لاير واحد كانهم ايه هما الاثنين بقوا حاجه واحده. ده بدل ما هم كانوا حاجتين بقوا ايه حاجه واحده. فمثلا ده مثال على الكومبايننج. وهنا نفس الشكل من غير كومبايننج بالكومبايننج انا اسف. وهنا نفس الشكل من غير كومبايننج. كان هنا هو لاير واحد اهو قسمتهم لايه لتو لاير. لو انا هنا اقدر احرك ده شديد هيتحرك لوحده وده يتحرك لوحده. وهنا لو شديت اي جزء من الاثنين يتشدوا مع بعض. شيدنج بوليجون ان انا بقى بعمل شيدنج بقى احط تدريج في الايه في الشيدنج للبوليجون. وعشان اعمل شيدنج ده بقى في الجرافيكس ان انا بمشي مع النورمال. تعرفين انا بشيد في اتجاه الايه النورمال. والنورمال ايه اللي هو اللاين بيبقى ايه عمودي على الايه على الفيس. الشيدنج is created by the normals of polygon surface. A normal is a vector line that points perpendicular straight out of the surface. هو ايه النورمال هو ايه خط عمودي على الايه على الايه على السيرفيس. لان انا بعمل شيدنج في هذا اتجاه هذا النورمال. The 3D software uses these normals to assign each polygon face to front and back side. لان طبعا السوفت وير ك3D سوفت وير بيمشي مع النورمالز دول عشان يعمل ايه الشيدنج. The vector is drawn in both directions from the face and the mass algorithm that creates the face via user's command differentiates from the backside. Many 3D software packages will not render the backside or of polygon unless instructed by the user. يعني ايه يعني اللي بيحصل له شيدنج هو اللي في وش الايه الكاميرا. طب لو مش في وش الكاميرا ومش باين ما بيعملوش ايه شيدنج. تعال نشوف ايه هنا مثلا شايفين الاشكال كل البوليجونز دي ليها نورمالز. الاشكال الخضراء دي هتشوفها حتى في السوردز في السوفت ويرز في المايا وفي البليندر. ده دي النورمالز اللي بيعمل عليها شيدنج. شايفين الجزء ده اللي هو مش مواجه للكاميرا ما فيهوش نورمالز. وبالتالي لما بيجي اعمل رندرنج بعد كده ده اتعمل له شيدنج ده ما اتعملوش ايه شيدنج. لان انا ما اقدرش اعمل شيدنج من غير ايه من غير النورمالز. انا اعمل شيدنج في انهي اتجاه. النورمال هو اللي بيقول انت هتعمل شيدنج في انهي اتجاه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.